بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. سبحانك اللهم سبحانك ولا تقال إلا لك، أنت الرب العلي وأنت المولى الولي. بعثت فينا خير نبي وأنزلت القرآن صدقا جلي، ووعدت بالجنة من عبادك من كان تقي. سبحانك نحن الفقراء وأنت الغني، ونحن الضعفاء وأنت القوي. كريم حليم بالمؤمنين حفي. نسألك ربنا أن ترزقنا طاعة لخير نبي، وأن تجمعنا على حوضه يوم القيامة، واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا يا رب العالمين. اللهم أحسن ختامنا وخواتيمنا، واختم ربنا بالباقيات الصالحات أعمالنا. ربنا بمن نستغيث وأنت المغيث، وبمن نستنصر وأنت المولى الناصر. يا فرجنا إذا غلقت الأبواب، ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب، وحال بيننا وبين الأهل والأصحاب. أنخنا مطايانا ببابك فلا تطردنا عن جنابك يا رب العالمين. وأصلي وأسلم على خير خلق الله الذي جاء الحياة فرفع قدر الحياة، فصار على نهجه وسننه رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، صلى الله وسلم وبارك عليك سيد الخلق محمد، صلى الله وسلم وبارك عليك نور الكون اثنين أحمد، صلى الله وسلم عليك رحمة الله للعالمين طه، صلى الله وسلم وبارك عليك شفيعنا يوم القيامة ياسين. أما بعد إخوة الإيمان، فما كان جمعنا على مائدة القرآن إلا لتكريم راحلة من أهل الإيمان كانت رحمها الله تعالى من نعم الزوج الولود الودود، كما وصى وقال سيد الشهود محمد. أنجبت حافظا للقرآن، وإذا كان هذا البلد الطيب أهله اشتهر بأن المجفف بلد الألف إمام، ففخر لآل جريشة بما فيها من مناصب ومن مراتب.
أن يكون بينهم ممن اصطفاهم المولى الرحمن حاملا وحافظا وتاليا للقرآن، يزاع اسمه مقترنا باسم هذا البلد أنحاء البلاد في كل مكان، فلنا به الفخر على ما به من صغر السن، إلا أن له بالقرآن أعظم القدر، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا القرآن ويضع آخرين. أيها السادة، في ليلة تكريم هذه الأم الراحلة نتذكر سويا أنها بمشيئة الله في مستقر رحمته وفي نعيم جنته، وهذه هي بشرى نبينا الكريم حينما قال: من حفظ القرآن وعمل بما فيه يؤتى يوم القيامة بوالديه وقد ألبسهما الله تاجا من النور ضوءه كضوء الشمس. وها قد وجهت الدعوة إلى الأسوة والقدوة أهل القرآن، فمن كان لديه متسع من الوقت شرفنا، ومن كان لديه شغل فسيأتينا بعد الانتهاء من ليلته. وليعلم الجميع من أهل هذا البلد الطيب أهله أن هذه الليلة مفتوحة إلى ما يشاء الله، فهي قد تبدأ عند خواتيم الليالي المعتادة، لأن القراء الأفاضل الذين وجهت لهم الدعوة فلا بد أن يأتي كل منهم بعد الانتهاء من ليلته ليؤدي الواجب، وكيف لا، ولا يعجب أحد من ذلك، لأن فضيلة الشيخ محمود جمال أبو الجريشة على صغر سنه إلا أنه محبوب بين القراء، ما من مجلس عزاء بين أهل القرآن إلا وهذا الصغير السن جميل الوجه كريم الصوت كان قمرا يضيء هذا المكان، فلا بد اليوم أن ترد إليه تلك المواجب، وكما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا زوج. أيها الإخوة الكرام، وقد شرفنا شيخ محمد ممدوح علي من مدينة ديار بنت، شيخ مصطفى عبد الله عبد الرحمن عزبة أبو سند ديار بنت، شيخ أحمد محمود سليم من طه المرد، شيخ محمد إبراهيم مطاوع من السدس، شيخ أحمد هاشم عامر من حفلة مركز بلديس، وأشكر للوالد الكريم الحاج موسى المسلمي الذي دائما راعيا لمجالس القرآن بين أهل القرآن، فضيلة الشيخ أحمد أبو العينين عمار، فضيلة الشيخ سعيد يسري قرية إكوة، ومولانا وسيدنا الشيخ أحمد البنا من ميت أبو عربي مركز الزقازيق، فضيلة القارئ الدكتور محمود علي حسن، والشيخ إيهاب عامر من عزبة عامر شمالة منقلة. أما من محافظة الجيزة فقد شرفنا فضيلة القارئ الشيخ عيد السيد إبراهيم، وله بهذه القرية عمومة أنه من آل خريبة. أيها الإخوة الكرام، أطلب من السادة القراء حتى أتينا متحبين فلنخرج متحبين. نبدأ بضيوفنا أولا، وأكبر القراء الحاضرين سنا وهو فضيلة القارئ الشيخ أحمد البنا المقيم بميت أبو عربي مركز الزقازيق، يتفضل مشكورا
يفتح لنا مجلسنا بتلاوة القرآن، دعين الله سبحانه أن يرزقنا جميعا ثواب مجلس القرآن، وأن يجعل الملائكة الكرام يهفون بنا من كل مكان، وأن ينزل علينا من شآبيب رحمته، وأن يبلغ ثواب ما يقرأ ونور ما يتلى في هذه الليلة إلى روح سيدنا رسول الله، وإلى روح الأم الراحلة المتوفاة، وإلى روح جميع موتى المسلمين. آمين آمين يا رب العالمين. فضيلة القارئ الشيخ أحمد البنا وقد اعتلى مقعد التلاوة يتفضل مشكورا، دعينا الله له بالتجلي والتوفيق ولنا بالإنصات وحسن الاستماع. آمين يا رب العالمين. Thank you.
إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء إنما النسي زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله
لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. الله أكبر. لا يا أخي. يا رضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة. الله يفتح عليك. فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. أحمد جميل وقارئ من الزمن الجميل. صلى الله إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا. ولا تضروه شيئا. والله على كل شيء قدير. قول يا سيدي.
فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اللهم صل عليه السلام إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله إلا تنصروه فقد نصره إلا تنصروه فقد نصره الله رب صل عليه رب أكرم أن يصلي على سيدنا النبي رب فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغيب إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وجعل كلمة
كلمة الله صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. إلا تنصروه فقد نصره الله. ما أجمل وما أروع العظمة في عناية الله برسول الله. تباركت يا الله أعطيت أحمدا من آياتك العظمى وآلائك الغرى. ففي الغار قد طاب الحمام لوقتها وقد حاك العنكبوت له سترا. رأت عيون الكافرين فأغمضت فكان عمار الغار في عينهم قفرا. فسبحانك اللهم تلك حمامة على صورها المنشود حيرت الكفرا. لما تيسر من آيات سورة التوبة أي سورة براءة تلا علينا صاحب القلب النقي والبراءة فضيلة القارئ الشيخ أحمد البنا القارئ بمصر والعالم الإسلامي والمقيم بميت أبو عربي مركز الزقازيق. شاكرين لفضيلته كما نشكر لمن أتوا أثناء التلاوة. العضو بلجنة اختبار القراء للمسابقات العالمية بالأمة الإسلامية فضيلة الشيخ القارئ والمعلم الشيخ الشحات السيد شاهين ابن قرية الصفا مركز الزقازيق، والذي قد اختار من أقربائه بهذه المحافظات نخبة، فهو الذي اختار القارئ المتواجد بيننا الآن أحمد صلاح عبد الله ليكون قارئاً أمام رئيس الجمهورية، وهو الذي اختار أيضاً القارئ الشيخ محمد لطفي عبد الفتاح كذلك، وهو الذي اختار الشيخ محمود أبو دريشة كذلك. شاكرين حضوره وتشريفه إلينا وشاكرين لمن أتوا معه. فضيلة الشيخ دودة علي متولي القارئ بمصر والعالم الإسلامي والمقيم بكفر الشراق ومركز ميت غمر. كما نشكر لفضيلة الشيخ محمد أبو يونس فضيلة الشيخ محمد لطفي عبد الفتاح، ونشكر الأستاذ الدكتور صبر الفواخري والسيد المستشار عبد الهادي، ونشكر لفضيلة الشيخ محمد عبد السلام المبتهل قرية إكوة مركز ديار. أيها السادة، الآن نعيش مرة أخرى في ليلة تكريم الراحلة الكريمة ومشاركة لآل أبو دريشة ومشاركة لزوج الراحلة الكريم الحاج جمال أبو دريشة ونتلو الكريم القارئ العلم بقناة الفجر الفضائية وعضو المزمار الذهبي فيها الشيخ محمود جمال أبو دريشة. مرة أخرى نعود إلى ساحة القرآن الكريم لنستمع لقارئ كريم ذو صوت نبي ورقيق وأداء محكم وسليم
ألا هو فضيلة القارئ الشيخ والدكتور محمود علي حسن بصوته الحسن وأدائه الحسن والقارئ بمصر والعالم الإسلامي والمقيم بمهنباي مركز الزقازيق يتفضل مشكوراً.